بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة التموين وكافة الجهات التابعة لها، نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير للرؤية الثاقبة في مفهوم الأمن الغذائي، وذلك من خلال دعمكم المستمر والمتابعة اللصيقة لكل ما يحدث في وزارة التموين. وزارة التموين لها شقين، التموين والتجارة الداخلية، ويدعمها في عملية تموين الوزارة وكذلك هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية ولجنة المساعدات. وبالنسبة للتجارة الداخلية، جهاز تنمية التجارة الداخلية وكذلك جهاز حماية المستهلك ومصلحة الدمغة والموازين. تهدف وزارة التموين في المقام الأول للعمل على تكوين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث قطاعات الإنتاج وشبكات التوزيع، وكذلك إدارة منظومة الدعم بأحدث الطرق ورفع الكفاءة وقطاع بالنسبة لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية حتى يمكن رفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل 18.5% من الناتج القومي الإجمالي، وحماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية اللازمة لذلك. في مقام الاحتياطي الاستراتيجي، حضرتك كان من المستهدف سابقا ان احنا نحصل على احتياطيات في خلال 3 شهور من السلع الأساسية، وحضرتك وجهت بحيث ان احنا وصلنا 4 و5، ولأول مرة أعلن أمام سيادتكم ان النهاردة عندنا 6 أشهر احتياطي استراتيجي من القمح، و6.2 من السكر، و5.4 من الزيت، و4.7 من الأرز. والأرز الحمد لله مصر لديها الاكتفاء الذاتي، كل سنة واحنا طيبين. الموسم القادم هيبتدي الشهر القادم، وبالتالي هناك نوع من الاحتياط. بالنسبة للحوم والدواجن، لدينا اكتفاء ذاتي تقريبا من الدواجن في على مستوى الجمهورية، واللحوم أمامنا عقود بأكثر من 3 سنوات. وكل ما يسعدني كثيرا أن من خلال 3 سنوات لم ترتفع أسعار في جمهورية مصر العربية، مما أدى وساند الإصلاح الاقتصادي وجعل التضخم ينزل، بحيث نخلي فيه هناك تحقيق حقيقي للأمن الغذائي وخاصة للفئات الأكثر احتياجا. الجزء الثاني هو تطوير المصانع الإنتاج، وتم العرض على فخامتكم وجاري تطوير قهوة وإدفينة وكذلك صناعات الزيوت وصناعة السكر. وكان من أهم حاجة كذلك زيادة، طالما عندنا السلع والاحتياطي الاستراتيجي لابد أن تكون شبكة التوزيع كذلك منتظمة على مستوى الجمهورية، فتم إضافة النهاردة بأكد لحضرتك كما كان مخطط 6,000 منفذ. كان قبل كده 6 شركات الجملة اللي عندنا 1,300 منفذ، النهاردة عندنا 6,000 منفذ تحت مشروع جمعيتي، والمرحلة الرابعة إن شاء الله جاري الانتهاء منها، بحيث شبكة التوزيع منتظمة على كافة أنحاء الجمهورية، لسبب الإتاحة مهمة جدا، ولكن قدرة المواطن على الحصول على السلع كذلك فيها نفس درجة الأهمية. اللي بعده، ودي كان تحدي كبير جدا في رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم، والحمد لله بتوجيهات سيادتك والربط وعمل قواعد البيانات المتكاملة في هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك أهم مشروع بنشهده وتحت مبادرة سيادتك وهو التحول الرقمي، وكانت وزارة التموين من أوائل الوزارات التي اشتركت في هذا المشروع. وبطمن فخامتك أن تم الانتهاء من اختبار جميع الخدمات الخاصة بوزارة التموين، وتم العمل بها صحيح في محافظة السويس، ولكن تم اختبارها
على النظام الجديد لمدة شهرين النهاردة في الاختبارات، وإن شاء الله ده هيسهل من كافة العمليات التي تقوم بها المواطن، سواء من إصدار بطاقة أو تعديل بيانات بطاقة أو فصل اجتماعي أو تغيير محافظة أو تعديل بيانات. كافة هذه الأمور الآن تجري على بدون تدخل من الموظفين، ومن ثم تم تطوير أكثر من 600 مكتب من مكاتب البريد لتصبح مراكز خدمات على أعلى مستوى. القطاع الثاني، وهو تم عرض على فخامتكم في أكتوبر 2017 الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية. يمكن دولة رئيس الوزراء هو بيعرض كان أهم حاجة البنية الأساسية في كل مقام، سواء البنية الأساسية في الكهرباء، سواء البنية الأساسية في الطرق، سواء البنية الأساسية في المياه والصرف الصحي. كذلك كان لابد من الاعتناء بالبنية الأساسية للتجارة الداخلية، سواء من مناطق لوجستية إلى أو أسواق جملة أو مراكز تجارية سواء متخصصة أو مختلطة، أو كذلك منافذ وسلاسل التوزيع. النهاردة وإحنا بنتكلم في 18 مشروع بيجري على 11 محافظة، ونتمنى أن فخامتك قاربة مشروع الغربية على 84 فدان بمناطق لوجستية ومول تجاري، يعني يضيف إضافة كبيرة لمحافظة الغربية وكذلك نادي رياضي وكثير من المرافق التي تعطي حقيقة قيمة مضافة لرفع مستوى المعيشة في هذه المنطقة. وده مثال بس، لا متأسف، ده مثال لمخزن اللعب. ده مثال لمخزن من مخازن الحديثة، كله مميكن، الأمور كلها منضبطة. ده شكل المدخل بتاعه، العربيات بتقف هنا ثم بتفضي، ومن الناحية التانية بتملى. فده بس أحد الأمثلة من مناطق لوجستية تمثل مخازن حديثة اللي بعده. بالإضافة إلى كده، في قلب كل هذه الأحداث هو إحقاق الحق للمواطن، وبالتالي تم تعديل قانون حماية المستهلك في 2018 ودعمه كثيرا، ولكن كان مهم جدا انه يبقى موجود في كافة المحافظات. فالنهاردة موجود فروع لجهاز حماية المستهلك في كل المحافظات، ومربوط بالمركز الرئيسي، ويتم التنسيق مع سواء قطاع الرقابة الداخلية في الوزارة او مباحث التموين وكذلك جهاز حماية المستهلك، بسبب كل ما بندي حريات وحرية تداول وحريات تجارية لابد من أن الأجهزة الرقابية تكون على نفس المستوى، وهو له تأثير هام جدا في ضبط الأسواق وضبط حقوق المستهلك. أي خروج عن القانون فيقوم بتنفيذه. النهاردة احنا في نطاق هام جدا، وإذا سمحت لي حضرتك أتوجه بالشكر الشخصي لحضرتك في هذا المشروع، لسبب قبل 2014 كان كل الصوامع ابتدت في مصر في 64 تقريبا، في صومعة امبابة، وكان في صومعة في اسكندرية، وكانت صومعة الخرسانية لو نفتكر. من هذا التاريخ إلى 2014 كل اللي كان عندنا كصوامع حوالي 1.3 مليون طن، وده كان يمثل شهر ونص تخزين. يعني لو عايزين نبص، احنا بنستهلك حوالي 800 ألف طن قمح في الشهر، وبالتالي كان يمثل شهر ونص. إذن كان معظم التخزين في العراء، في الشون، في الأماكن الترابية، في بعض المناطق كانت بنسميها هناجر. إنما النهاردة وإحنا بنتكلم من 2014 فقط إلى هذا التاريخ، تم تنفيذ 35 صومعة جديدة بسعة 2 مليون و140 ألف طن، موزعة في 20 محافظة بإجمالي تكلفة 5.6 مليار جنيه. لو احنا بنبص على ان 5.6 مليار جنيه ده مبلغ كبير، لا، ده الناحية الاقتصادية هامة جدا، بسبب احنا بنتعامل في حوالي 10 مليون طن قمح سنويا،
والطن النهارده بحوالي 4600 جنيه، يعني بنتكلم في 46 مليار جنيه قيمه الخامه اللي احنا بنخزنها. فطبعا الخمسه وسته من عشره يعني الحمد لله ان تم تنفيذهم بدعم من سيادتك، كان وعندنا كذلك ساعات تخزينيه حوالي في طبعا الشركه القابضه للصناعات الغذائيه لديها مطاحن، والمطاحن لازم يكون عندها صوامع، فعندنا تقريبا حجم تخزين 520 ألف طن. إجمالي عدد الشركة القابضة للصوامع، وحضرتك وجهت بأنها تقوم بإدارة كافة الصوامع على مستوى الجمهورية وجاري التنفيذ، عندها 52 صومعة زائد ال 22 صومعة اللي موجودين عند الشركة القابضة، يبقى عندنا 74 صومعة بإجمالي سعة تخزينية اليوم 3.8 من عشرة مليون طن. ال 3.8 من عشرة مليون طن دول يمثلوا لنا حوالي أربع شهور ونص أو أكتر، والأربع شهور ونص ده معناه أن معظم القمح اللي يبقى على أرض مصر موجود في الصوامع، وبالتالي هنجد أن هذا المشروع من وجهة نظري من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في وقت لا يمكن أن يكون وقت قليل جدا، ست سنوات لنصل لهذه الساعة التخزينية. اللي بعده منظر ده خريطة الجمهورية مصر العربية، وكل النقط سواء الخضراء أو الحمراء هي دي مواقع صوامع، فبالتالي لما يكون الخريطة بالمنظر ده سواء في الصحراء الغربية أو في الصحراء في شمال سيناء أو في كافة مناطق الجمهورية، اللي فاضل وحضرتك تعلم جيدا وبتتابع معانا في هذا الموضوع ان احنا في مشروع اسمه الصوامع الحقلية. الصوامع الحقلية دي صوامع صغيرة، الصومعة خلية واحدة من الخلايا اللي احنا هنشوفها هنا النهاردة، بحيث تبقى متوزعة جنب قريبة قوي من الاراضي اللي بتتزرع، وبالتالي ترفع كفاءة اداء منظومة بيع وتوزيع الاقماح. ده التطور التاريخي للساعات التخزينية. هنا احنا ضايفين الصوامع والبناكر، البناكر كانت جزء زي يعني صومعة أفقية ولكن ساعتها قليلة، ففي 2014 كانت 1.7 من عشرة مليون طن، احنا النهاردة 3.8 من عشرة مليون طن، ولما نكمل الصوامع العقلية هنبقى حوالي 4 مليون طن، واعتقد 4 مليون طن دول يمثلوا هو الانتهاء او الانتهاء من المشروع القومي للصوامع. حضرتك وجهت بيه تم كذلك والشكر للهيئه الهندسيه والكليه الفنيه العسكريه وهيئه الرقابه الاداريه، كل الملحوظات وتم متابعتها من دوله رئيس الوزراء في الصوامع القديمه، تم رفع الكفاءه وخاصه في عمليات انظمه شفط الاتربه والتحكم الالي في الصومعه حتى نزيد من كفاءتها ونقلل من المخاطر. اللي بعده زي ما قلنا الصومعه النهارده اللي هنشوف بحضور سيادتك في هذا الافتتاح هي صومعه احد الصوامع اللي اتعملت في اسكندريه برج العرب، والساعه التخزينيه لها 90 الف طن، المكون كلفت 120 مليون جنيه زائد 7 مليون دولار، يعني حوالي كله حوالي 235 مليون جنيه كمصر. اللي بعده الصومعة هي عبارة عن 18 خلية، دول الدايرة الباينة دي خلية للتخزين، فهم 18 خلية للتخزين وثلاث خلايا اللي فوق خالص الصغيرين دول للصرف. اللي بعده فهي 18 خلية، كل خلية ب 5000 طن، بحيث يبقى 90000، عدد 3 خلية صرف 100 طن. عملية الصرف بتتظبط على الكمبيوتر، العربية بتنزل تحت الخلية الصرف بالتايمينج بيتفتح بينزل الكمية، لو ظبطين على 22000 طن بينزل، سوري 22 طن بينزل 22 طن في العربية، 30 طن 50 طن، وبالتالي العملية كلها منضبطة. طبعا في نقرة الاستقبال ودي النقطة اللي بتفرغ فيها القمح، ميزان بسكول لسبب لو سمحت لي حضرتك بس ببساطة عشان تبقى واضحة، العربية بتيجي مليانة قمح بتمر وهي داخلة على ميزان البسكول بتتوزن وهي مليانة، ثم بتخش على النقرة
تفضي في النقرة، وبعدين هي خارجة بتمر على الميزان تاني عشان تخرج وهي فاضية، وبالتالي فرق الوزن بيبان كإعلام وزن وبالطبع أوتوماتيك من الميزان، بحيث يبقى طالع عارف هو سلم قد إيه. ده الميزان البسكول 100 طن. ثم أربع روافع سيور جنزيرية قدرتها 200 طن ساعة، وأهم حاجة نظم شفط الأتربة ونظم التبخير للأقماح ونظم التهوية. وبالتالي أنا يعني نعرف كده أن الصومعة مش مجرد مخزن، لا ده مخزن يستطيع أن يعالج كافة الظواهر اللي تحصل على القمح، وبالتالي بيحافظ على جودة الأقماح على الأقل سنة، ويمكن أن تصل لسنة ونص بمعالجات معينة، بالإضافة إلى الفاقد تقريبا يكاد يكون صفر، أو بنسمح لهم 2% في الفاقد في التداول. اللي بعده ده مثال اللي على الشمال هنا، دي خلية التخزين اللي هي 5000 طن، ودي الثلاث خلايا بتوع التفريغ، والأماكن دي بتقدر تفرغ في عربيتين، عربية تقف هنا وعربية تقف هنا في الممر اللي تحت خلية الصرف. اللي بعده العائد زي ما قلت الاقتصادي، ان احنا بنقلل نسبة الفاقد، انا واخد 10% ده الحد الادنى كان مقدر، وهناك دراسات بتقول ان الفاقد قد يصل الى 15% في التخزين في العراء. ولو افترضنا، مش افترضنا، ان احنا عندنا احنا بنستهلك السنة اللي فاتت مستهلكين 9,600,000 طن قمح، فلو خدنا 10% يعني يمثل فاقد قمح 960,000 طن، وده لو ضربناه في 4,600 يديني 4.4 مليار سنوي عائد لهذا المشروع العملاق. فلو جينا بصينا للتكلفة للخمسة وتلاتين صومعة اللي تمت، كان كلها 5.6 مليار، بمعنى ان عائد هذا المشروع سنة ونص بالكتير سنتين يحقق الهدف منه. ليس فقط كذلك، انا بحب اقول في حضور فخامتك ان مصر النهاردة سواء في البنك الاسلامي او في الاتحاد الافريقي بيحاولوا يقولوا ان يبقى مصر مركز رئيسي للقمح، بالذات في حاجات الإغاثة وفي حاجات دعم الدول الأفريقية، وهناك إجراءات في هذا المقام. ما كان يحدث ذلك إلا لوجود مثل هذا المشروع القومي الصوامع والاستطاعتنا على التخزين والمحافظة على نوعية الأقماح. اللي في اسكندرية لم يكن بس صومعة برج العرب، النهاردة في هذا المشروع تم عمل 3 صوامع، سواء ديروت أو الصباحية أو برج العرب، بإجمالي ساعات 210,000 طن، دي 60 ودي 60 ودي 90، والتكلفة عبارة عن 320 مليون جنيه زائد 16 مليون دولار. وزي ما قلنا في دعم جهاز حماية المستهلك تم إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك في اسكندرية بتكلفة 1.8 مليون جنيه. في إطار التحول الرقمي تم تطوير 7 مراكز خدمية بإجمالي تكلفة 3.2 مليون جنيه، ومشروع جمعيتي اللي احنا قلنا وصلنا به ل6,000 فرع على مستوى الجمهورية، تم إضافة 176 فرع يخدم حوالي 500,000 مواطن. برضو شركة اسكندرية للمطاحن والمخابز تم تطوير في سنة 2018 مطحن الاسكندرية بتكلفة 110 مليون جنيه، ومطحن الدخيلة بتكلفة 44 مليون جنيه. إن كل ما نشهده الآن إنما يمثل خطوة حقيقية في بناء حقيقي لمصر الجديدة التي تأخذ في اعتبارها ما يجب أن يكون وبأحدث الطرق العلمية. فالشكر لفخامتك للرؤية في مفهوم الأمن الغذائي وكذلك المتابعة في التنفيذ، واستأذن في فتح هاخد منك دقيقة دكتور علي. أنا بشكرك الأول على الجهد المبذول خلال الـ3 سنين اللي فاتوا، وأنا بسجل هنا
ليك وللوزارة الحقيقة إن خلال الفترة دي بالكامل لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية رغم التحدي الكبير اللي حصل أثناء أزمة كورونا على الأقل. يعني إحنا على الأقل أزمة كورونا كان طبيعي زي كل الدنيا، كان طبيعي إن إحنا برضو نتعرض لأزمة زي كده، ولكن الحقيقة جهد وزارة التموين وجهد الدكتور علي خلال على الأقل 3 سنين اللي فاتوا دول اللي هو كان مسؤول عن وزارة التموين، ما فيش أي نقص في السلع الأساسية حصل بشكل أو اختناق أو شكل من تسعير مش دقيق أو تلاعب في الأسواق أو كلام من هذا القبيل، ما حدث. احنا حصلت لنا أزمة واحدة والدكتور علي ما كانش موجود معنا فيها، كانت في أنابيب البوتاجاز، وده في الأول خالص ساعة لما يعني أنا أفتكر إن احنا من ساعتها لغاية النهاردة دكتور مصطفى ما عندناش بفضل الله سبحانه وتعالى أي أزمة أو أي اختناق أو أي. وهنا الكلام اللي الدكتور علي عرضه علينا في حجم المخزون اللي احنا بنتكلم عليه، حجم المخزون ده بيتكلم على ان احنا لما اقول 6 شهور ده حجم ضخم جدا، انت بتحط اموال كبيره جدا بتركنها لما تخزن 3 شهور غير لما تخزن 6 شهور على مستوى 100 مليون. فانا بشكرك يا دكتور علي. شكرا لحضرتك. ممكن اقول حاجه بس بقولها حضرتك، في اكتوبر 2017 اعتمدت قبل تعويم الجنيه 1.8 مليار دولار دعم لي توفير الاحتياطي الاستراتيجي، دي كانت خطوة مهمة جدا. النقطة الثانية وهو التعاون الوثيق ما بين وزارة التموين وكافة الجهات ذات العلاقة أدى ذلك، طبعا توفر الإمكانيات، بدون الحق يقال بدون توفر الإمكانيات ما كان يحدث ذلك. فأستاذن حضرتك في افتتاح الصومعة برج العرب المهندس محمد سعيد محمد مدير الصومعة والأستاذ عمرو محمد بهير مسؤول العلاقات العامة للشركة القبضة. دول الصرف. ايوه يا مان افندم. شكرا يا فندم.